ما دمت ملازما لتقوى الله تبتعد عن كل حرام حرمه الله عليك، وتمتثل وتسارع في كل واجب أوجبه الله عليك، يزيدك الله هداية في القلب وثباتا على الدين، كما قرأنا عليكم الآية في مجلس سابق: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.